في مثل هذه الليلة عادة ما يقف في هذا المكان أحد رجالات مدرسة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام، من نسل مدرسة المعصوم، من نسل مدرسة أهل البيت، ورعا وتقوى وعفة لسان وعفة يد وطهارة قلب وإخلاص وتجربة وتضحية وعمل. إنه الخط الذي لا يفارق الحكم الفقهي لحظة واحدة. لبيك يا فقيه هناك الفقهاء، لبيك يا فقيه، لبيك يا فقيه، لبيك يا فقيه، لبيك لا غير الفقهاء. هذا ولي أمرنا ومنه قد كنا، قد ذاب عنه صبرنا والقلب قد حنا. هذا ولي أمرنا ومنه قد كنا، قد ذاب عنه صبرنا والقلب قد حنا. رباه خذ من عمرنا لعمره الأسنى. كلما يخطر وارد أن لا يكون الشيخ بيننا، أنا شخصيا لا أستطيع أن أتحمل ذلك، فكيف من عاشق الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام وإذا بالحسين يمضى بسيوف هذه الأمة؟ هذا تلميذ صغير من تلاميذ الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ونحن لا نتحمل أن لا نجده بيننا. اللهم لا تريني يوما لا أجد فيه ولي سماحة الوالد الشيخ عيسى أحمد قاسم حفظه الله. خذ من عمري إلى عمره، لأن في عمره الهدى، لأن في عمره الرشاد، لأن في عمره الخير لأهل هذه الأرض وللإسلام والمسلمين. نحن يا مسحة في روحنا أن تجرحنا، هذا الذي نسمو إليه كلما رحنا. إن نحن عللناه ربي لا تسامحنا. رباه خذ من عمرنا لعمره الأسنى. يا ساكنا في صدرنا لا لا تغب عنا، تراك لاقيت الأذى يا سيدي منا. Thank you.